خادم الحرمين الشريفين، يتشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإلقاء كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم يا خادم الحرمين الشريفين في هذا اليوم المبارك الذي تتفضلون فيه بإلقاء الخطاب الملكي وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، هذه المناسبة السنوية التي تتجسد في لحظاتها المعاني العظيمة للحمة الوطن بين الشعب وقيادته. فأهلاً وسهلاً بكم يا خادم الحرمين الشريفين. خادم الحرمين الشريفين، تشهد بلادنا العزيزة في عهدكم المبارك إنجازات فريدة باتت شواهدها ظاهرة للعيان بفضل الله أولاً، ثم بفضل ما تولونه من اهتمام بهذا الشعب الوفي الذي جعلتموه المحور الأساس في التنمية الوطنية التي نلمس أثرها يوماً بعد يوم. ونبارك للوطن صدور أمركم الكريم بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يحفظه الله رئيساً لمجلس الوزراء. خادم الحرمين الشريفين، تمثل التنمية الشاملة التي تستهدف كل مناطق المملكة وأرجائها عنواناً بارزاً في سياستكم الحكيمة، يتأكد ذلك من خلال جملة الأوامر والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، وموصلةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. قد توالت الخطط والمشروعات التنموية العملاقة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله. خادم الحرمين الشريفين، لقد كانت كلمتكم رعاكم الله في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى في العام الماضي، حينما قلتم رعاكم الله إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر محل تقديرنا. هذه الكلمات كانت حافزاً لمزيد من العطاء لكل من يشرف بالعمل تحت قبة المجلس، وهي تعبر تعبيراً صادقاً عن المكانة التي يحظى بها مجلس الشورى لدى مقامكم الكريم والثقة التي يتمتع بها في أدائه لاختصاصاته. خادم الحرمين الشريفين، لقد عقد مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة 53 جلسة، كان نتاجها 396 قراراً على النحو التالي: 67 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و210 قرارات تتعلق بالتقارير السنوية، و119 قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم. وبلغ مجموع اجتماعات كافة لجان المجلس خلال السنة الشورية المنتهية 252 اجتماعاً، تم خلالها لقاء أكثر من 285 مسؤولاً حكومياً. وذلك للاستيضاح منهم عن الموضوعات التي تدرس في لجان المجلس.
ويحرص مجلس الشورى وفق توجيهاتكم الكريمة على توثيق التعاون مع مجالس المناطق في المملكة، ويتمثل ذلك من خلال الزيارات المتبادلة، حيث قام المجلس في السنة الشورية الماضية بأربع زيارات لمجالس المناطق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجيزان والحدود الشمالية. خادم الحرمين الشريفين، تعد مساهمات مجلس الشورى الوطنية والتي امتد أثرها وتأثيرها إلى الجانب الدبلوماسي تعد عنصراً مهماً في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة. وإننا نلمس مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة نلمس في كل مؤتمر ومع كل مشاركة حجم التقدير والاحترام الذي تحظى به المملكة، ونتلقى الإشادة من مختلف القيادات السياسية والبرلمانية بالمستوى الذي وصلت إليه بلادنا الحبيبة. وبدورها في تحقيق الاستقرار وخدمة قضايا المنطقة والعالم. خادم الحرمين الشريفين، دعمكم الدائم ورعايتكم الكريمة هي المحفز الأكبر كي نصل إلى أعلى مستوى من الطموحات ونرتقي بأداء المجلس إلى المؤمل والمنتظر. وإننا إذ نثمن عالياً هذا الدعم والاهتمام لنعدكم أن نبذل كل جهد لهذا الصرح الشامخ الذي أريد له أن يكون شريكاً مهماً في التنمية التي تقودون دفتها بكل اقتدار ومسؤولية. وفي الختام اسمحوا لي يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باسمي ونيابة عن كافة مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه جزيل الشكر على هذه الرعاية الكريمة التي تجسد اهتمامكم بمجلس الشورى والدور الذي يطلع به، كما أشكر جميع أعضاء ومنسوبي مجلس الشورى على ما يقومون به من جهد متواصل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وسمو ولي عهدكم الأمين ذخراً لهذه البلاد المباركة، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الإيمان والأمن والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.